المزيد من التفاصيل انضموا الينا عبر الهاتف من عمان مراسل قناة الرافدين في الأردن إحسان يوسف. أهلا بكم إحسان إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني هل حدثتنا عن جلسات اليوم الثاني من المؤتمر؟ نعم، اليوم طبعا هو اليوم الثاني من المؤتمر العلمي المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة والمعاصرة. هذه الجلسات لليوم الثاني تناولت محور الجهود الحديثة والمعاصرة في خدمة المقاصد، حيث تناول فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بحثا بعنوان تحقيق موقف نجم الدين الطوفي من رعاية المصلحة والمقاصد في الدراسات الحديثة والمعاصرة. أيضا تحدث الشيخ هشام البدراني في بحث كان تحت عنوان التحريف الحداثوي لمنهج النظر في المقاصد الشرعية. أيضا زار المؤتمر اليوم الدكتور الشيخ العلامة عبد الملك السعدي، وأشار في كلمة له إلى ضرورات المقاصد في الحياة اليومية، وأن للمقاصد تأثيرات كبيرة في التشريع الإسلامي. نعم، ما طبيعة البحوث التي تناولها المشاركون في المؤتمر؟ طبيعة البحوث كانت تركز على أصول الشريعة الغراء، إظهار جهود العلماء واستنباطاتهم الفكرية والفقهية، كما ستطرح بعد ساعتين تقريبا من الآن توصيات عدة سنوافيكم فيها في نشرات مقبلة. أيضا هناك محور الدراسات المقاصدية في العراق، منها المقاصد والسياسات الشرعية، قراءة في رؤية هيئة علماء المسلمين في العراق، وكانت للدكتور جاسم الشمري عضو مجلس شورى الهيئة. أيضا هناك بحث آخر تناول الدراسات المقاصدية الحديثة والمعاصرة في العراق، وكان للدكتور محمود مهدي الحياري عضو مجلس شورى الهيئة. أيضا من الأردن مراسل الرافدين إحسان يوسف، شكرا جزيلا لك.